أنتم الآن في نشرة الموجز. أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 17 تنسيقية عن خوض إضراب وطني جديد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين الموافقين ل 7 و 8 و 9 نوفمبر سنة 2020. ويأتي هذا القرار في سياق استمرار الاحتجاجات في قطاع التعليم إثر صدور القانون الأساسي الجديد لموظف قطاع التعليم، والذي وصفه رجال ونساء التربية والتعليم بغير المنصف. ودعا التنسيق إلى المشاركة بكثافة فيما سموه بمسيرة الكرامة يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 على الساعة 11 صباحاً. وستنطلق المسيرة من أمام مقر البرلمان في الرباط نحو مقر وزارة التربية الوطنية مع خوض اعتصام جزئي أمامها. ويطالب التنسيق وفق ذات المصدر الحكومة وعلى رأسها وزير التعليم شكيب بن موسى بتحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وذلك بإسقاط النظام الأساسي الجديد وضمان الحق في الإضراب وإسقاط مخطط التعاقد، ناهيك عن الزيادة في الأجور العامة لأطر التعليم. انتخب المؤتمر الوطني لحزب الاشتراك الموحد أمس الأحد جمال العسري أميناً عاماً جديداً للحزب خلفاً لنبيلة منيب التي تولت قيادة الحزب لولايتين. وحصل العسري عضو المكتب السياسي للحزب على أصوات أغلبية المؤتمرين، فيما تم انتخاب منيب نائبة له. ويأتي انتخاب العسري أميناً عاماً للاشتراك الموحد بعد انتهاء ولاية منيب الثانية والتي بدأت في عام 2015. أعلنت النيابة العامة الهولندية في 26 من أكتوبر المنصرم عن اعتقال شخص يدعى عبد الرحيم المهاولي، يبلغ من العمر 64 عاما ويقيم في روتردام، من أجل التجسس لفائدة المغرب وكشف أسرار الدولة، وذلك وفق ما نشرته صحيفة الكونفيدنسيال. وأفادت الصحيفة ذاتها أن النيابة العامة لم تحدد في كتابها القدرات التجسسية لعبد الرحيم المهاولي العنصري النشيط لفائدة المديرية العامة للدراسات والمستندات. ووفقها فقد تمكن المهاولي الذي بدأ نشاطه التجسسي منذ عام 2001 من الوصول إلى معلومات مميزة حول التطرف والإرهاب والتهديدات المتعلقة بالأمن الوطني والتحقيقات في ضوء بيانات. وذكرت بأنه لدى الجاسوس المغربي الكثير من المعلومات السرية، وقد سجل تواجده في الأعمال الاجتماعية مع مهاجرين بروتردام، وقد ظهر جنبا إلى جنب مع الملكة ماكسيما ونائب رئيس الوزراء الهولندي أندري روثويت. ألقت قوات إسرائيلية اليوم الاثنين القبض على الفلسطينية والمعتقلة السابقة عازو التميمي في قرية النبي صالح بالضفة الغربية، فيما أعلن الجيش أن التهمة التي تواجهها هي التحريض على الإرهاب. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات إسرائيلية اعتقلت التميمي من منزل أسرتها في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، كما أشارت الوكالة إلى أنه تم كذلك اعتقال شاب من قرية دير قديس شمال غرب رام الله أيضا. وتم القبض على التميمي بتهمة التحريض على الإرهاب، وقد أحيلت على قوات الأمن لمزيد من الاستجواب. جدير بالذكر أن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 48 فلسطينيا، من بينهم القيادي في حركة فتح رأفة عليان من بلدة عناتا في قضاء القدس. مزيد من الأخبار لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك بالقناة.